شاهد ماذا حدث لنيمار عندما غضبت عليه الجماهير. لحظات غريبة ومدهشة لا تنسى في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم المستطيل الأخضر عالم مليء باللحظات، منها المضحكة ومنها الجميلة ومنها التي تقشعر لها الأبدان، لكننا في هذا الفيديو سنشاهد بعض اللحظات الغريبة والمدهشة التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم. لنبدأ. تابعوا هنا كيف وصلت الكرة إلى كريستيانو رونالدو من هذه التمريرة ليضربها الأخير بيديه بهذا الشكل. هنا يبدو أن الجماهير غاضبة من نيمار وتقوم بإلقاء القمامة عليه. لاعب نابولي بعد أن سجل هدفا قام بوضع لعابه على الكاميرا كما ترون. تابعوا هذه الفرصة التي أضاعها رحيم ستيرلينج بشكل غبي وغريب، وأضاع معها تأهل مانشستر سيتي للدور المقبل. يبدو أن هذا السنجاب الصغير دخل ليتجول قليلا في أرض الملعب. هنا تم ضرب هذا النورس الصغير بالكرة، فكما ترون قام الحارس بعد ذلك بإمساكه وإخراجه من الملعب بهذا الشكل. ركلة حرة غير مباشرة تم تنفيذها بشكل رائع ووضعها بالشباك من قبل هذا اللاعب المخضرم. هنا حاول هذا المدافع إبعاد الكرة بعد أن ارتدت في الهواء، فيمكنكم أن تتابعوا كيف وضعها في شباكه بهذا الشكل. بعد أن سجل هذا اللاعب ركلة جزاء بشكل رائع، ذهب ليحتفل بالجلوس على هذا الكرسي الصغير، وهنا يحاول الحكم منعه من هذا الأمر. تابعوا هنا كيف مس هذا اللاعب الكرة قبل أن تخرج، وهو بالطبع لا يجب أن يفعل ذلك، ليتلقى البطاقة الصفراء ويحتسب ضد فريقه ركلة جزاء. تابعوا هنا كيف سجل الحكم هدفا وهو لا يقصد بأن ضربت الكرة به بهذه الطريقة ودخلت الشباك بهذا الشكل كما ترون. في هذه المباراة قامت هذه الحكمة بإيقاف ريكاردو كاكا في وسط الملعب بدون أي سبب وإعطائه البطاقة الصفراء وأخذ صورة سيلفي معه. لنتابع هذا القط الأسود الصغير الذي دخل إلى الملعب، وهنا يحاول الحارس إبعاده من المكان. تابعوا هذا الطير الصغير والذي يقف في حراسة المرمى، وهنا الحارس أتى لإبعاده حتى يأخذ مكانه. تصدى هذا الحارس الكرة بطريقة رائعة، فبعد ذلك قام المدافع بإرجاع الكرة إلى حارسه، فلم يستطع الحارس الوقوف، فتابعوا كيف دخلت الكرة في شباكه. تابعوا هذا الهدف الغريب والرائع الذي سجله لاعب مانشستر يونايتد برأسه من الخلف. هنا تم تمرير هذه الركلة الحرة الثابتة بذكاء ليأخذها اللاعب ويتقدم ويضعها في الشباك. في آخر الدقائق ارتقى حارس المرمى ليسجل هذه الكرة برأسيته بهذا الشكل المميز. بالطبع الحارس في آخر الدقائق كان له الدور الفعال في هذه الكرة. تابعوا هذا اللاعب وكيف قام بتصدي هذه الكرة الساقطة في شباكه بيده ليتلقى البطاقة الحمراء، وبهذا الشكل يتم احتساب ركلة جزاء.
تتابع هذا المدافع والذي قام بضرب الكرة وكادت أن تدخل إلى الشباك، لكنه قام بيده بإخراجها بهذه الطريقة. تعلمون ما الذي سيحدث له بعد ذلك؟ يبدو أن هذا الشخص نزل بالباراشوت إلى داخل الملعب وسط مشاهدة اللاعبين والجماهير له. قام هذا اللاعب بالسقوط وحجز الكرة بين أقدامه ليقوم لاعب الخصم بضرب الكرة به بهذا الشكل العنيف. بينما يحتفل لاعبو المنتخب الأرجنتيني، ارتطم رأس هذا اللاعب بالكاميرا، فتابعوا ردة فعله. تقدم هنا رحيم ستيرلينغ في محاولة لوضع الكرة في شباك شختار دونيسك، لكنه تعرقل وسقط عرضا، والغريب أن الحكم احتسب له ركلة جزاء. تابعوا تعصب هذا اللاعب على حكمة الراية وكيف يصرخ في وجهها، إلى أن أتى حكم الساحة وأعطاه البطاقة الصفراء. هنا حكم الراية يقوم بهذا الشكل بإعطاء الكرة وتنطيطها للاعب دياغو ألكانتارا. تابعوا ردة فعل الأخير على هذه الكرة. تابعوا لاعب مانشستر سيتي كيف يقوم بتعديل أزرار الكون أغويرو. رفض هنا حكم الساحة تواجد هذا اللاعب أمام شاشة الفار وقام بطرده بهذا الشكل. هنا صورة لأسطورة الماضي وأسطورة المستقبل كيليان مبابي. احتضان يجمع رفقاء ريال مدريد زين الدين زيدان ورونالدو البرازيلي. تابعوا هذا اللاعب وكيف قام بتقبيل هذه المراسلة الجميلة وأخذ نظرة ثقة على الكاميرا. نزل هذا المشجع إلى الملعب وكاد أن يضرب حكم الساحة الذي هرب منه، وبعد ذلك أمسكه الأمن. لنتابع هذه الحكمة وكيف تجري لتصل إلى الفار، وبهذا تشاهد اللقطة للحكم عليها. تابعوا هنا اللاعب لينغارد وكيف خطف الكرة وقام بتسجيلها هدفا في الشباك. تقدم هذا اللاعب ليأخذ الكرة من التماس، فتابعوا كيف أحدث مشكلة كبيرة بدفعه لهذا المدرب وإسقاطه أرضا، وبعد ذلك قام الحكم بإعطائه الكرت الأحمر لهذا الفعل. بينما يقوم لاعب ليفربول بالتحضين على الكرة لإضاعة الوقت، أتى لاعب تشيلسي وقام بضربه لاحتساب خطأ بدلا من هذا التحضين. كانت الشباك خالية أمام هذا اللاعب الذي سدد الكرة، لكن هذا المدافع رفض أن تدخل الكرة في شباكه، فقام بتصديها بيده وتحصل على البطاقة الحمراء، وتم احتساب ركلة جزاء ضدهم. هنا تم طرد حارس بروسيا دورتموند بعد هذا التدخل، وبعد ذلك قام لاعب بروسيا دورتموند بارتداء القفازات وقام بالوقوف لتصدي ركلة الجزاء كما ترون. لاعب أرسنال اختل توازنه بهذه الطريقة وسقط أرضا، فقام لاعب الخصم باختطاف الكرة والتقدم بها. لاعب المنتخب البلجيكي من فرحته ضرب الكرة لترتطم بالقائم ثم في عينه مباشرة. تابعوا كيف قام تشافي ألونسو بهذه التمريرة التي قطعها الحكم بهذا الشكل. قام هنا هذين اللاعبين بلعب التماس بكرتين مختلفتين لنفس اللاعب. هذا اللاعب لم يستطع اللحاق على خصمه، فقام بإمساكه من التيشيرت بهذه الطريقة الغريبة. تابعوا دوغلاس كوستا وكيف يقف أسفل حائط الصد بهذا الشكل كما ترون. يمكنكم أن تتابعوا هذه التمريرة من هذا اللاعب وكيف قام حارس المرمى بمحاولة تصدي الكرة الذي قام بلفها نحو شباكه مباشرة. كرة في غاية الجمال من لاعبي توتنهام، إذ سدد الكرة بحركة رابونا لتلتف وتدخل الشباك بهذا الشكل الرائع. هنا خطأ من الحارس كيبا استغله ساديو ماني لتسجيل هدف مجاني في شباك تشيلسي. حاول الكون أغويرو هنا أن يقوم بضرب هذه الحكمة بإمساكها من عنقها بهذا الشكل بعد أن احتسبت الخطأ ضده.
عند إيقاف لاعب مانشستر يونايتد قبل أن يدخل، تابعوا ردة فعله وكيف كاد أن يمسك بهذه الورقة التي بيد الحكم. بيب غوارديولا بعد أن أتت الكرة إلى فيليب لام، شاهدوا كيف قام بإعطائه هذه الورقة. هنا دخل نينجا تورتل لمفاجأة دانيال ألفيش واللاعب كيليان مبابي. أحد الجماهير أخذ علم الراية وقرر أن يقوم بغرسه في وسط الملعب أمام الجماهير واللاعبين. هنا أتت هذه المشرفة وطلبت من كريستيانو رونالدو أن يقوم بوضع الكمامة أثناء مشاهدته هذه المباراة. تابعوا هذه المشكلة بين هوغو لوريس وسون هيونغ، وكادوا أن يتقاتلوا مع بعضهم البعض. أوباميانغ هنا يحمل هذا الكأس ويقوم بإسقاطه، ويضحك هنا لاعب أرسنال على هذا الفعل. تقدم نيمار وكيليان مبابي لتسجيل هذه الكرة، ولكن بسبب دربكة الدفاع انفكت الكرة ووقع كيليان مبابي، وقام الأخير بوضعها بيده في الشباك، لكن الحكم رآه وأعطاه البطاقة الصفراء. تابعوا هنا ديفيد لويس كيف قام بضربه لاعب مانشستر يونايتد ليقوم هو بالسقوط بهذه الطريقة الخبيثة، إلى أن احتسب له خطأ كما ترون. بعد أن سجل جيمي فاردي هدفا رائعا، ذهب ليكسر علم الشواذ الموضوع على زاوية الملعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.